السلام عليكم، معكم عائشة الصريدي ملقبة بهويان. كما كتشوفوا انا والله تقديت دابا شويه ديستير وداكشي، غنطيب معكم واحد الغدا. بقاو معنا، غادي نحتاجوا جوج ولا غير وحده. غنحتاج واحد البصله صغيره، غادي ننقيها ونغسلها. واخا وين تا كندير الله يبعد كتجي تغوتي مالك؟ واخا فخري على البيسين بلاتي نطيب غدا ونفخر على البيسين. واش انا عندي السم؟ هانتوما خوتي، البصلة هي نقيتها وغسلتها، غادي نشعل البوطة على هاد المقلة. عندي واحد المقلة مكتلصقش هاهي، هادي كيديرو بها غير الكخيط، ولكن أنا مع المقالين تحت نطيب فيها، ولكن مغاديش نحرك بمعلقة ديال، غنحرك بمعلقة ديال العود. صافي غنشوط ديك البصلة. نقرد هنايا، نقرد ما عنديش. الصراحه ما غاديش هذه غير ديال الكخان، خاص مغرقه غير، خاص مقله غارقه. غادي خصني نمشي نجيب، المهم غادي نديرها هكا، ندير هنايا و ندير شويه الزيت من بعد نلوح البصله. البصل صافي غنلوح البصلة. كيما كتشوفو البصلة غادي نلوح البصلة، عندي مسمار ديال ختي قطع يدي. هاهي البصلة كيما كتشوفو، هاهي البصلة غادي نلوحها. ماما فخري بابا لابسين. واخا تيجي نخليو تسدير. عاود عندي هنايا الدجاج اهو، نمشي نغسل يدي بعدا. الدجاج غادي نحلو بحال هكا، ها
مثلا الدجاجة خديت غير شوية وندير فيه العطرية وداك الشيء. كما كتشوفوا انا هاهي درت مطيشة هنايا نخليها طيب ونجي هنايا عندي بنان عندي هذا الفلكوس وعندي الخوخ غنصايبو واحد العصير وعندي خيزة بقاو معايا تنوريكم الطريقة ديال العصير حديسي. كما كتشوفوا انا دابا غادي نبدا صايب في الديسير اوكي عندي هنايا البنان خصو نديرو في الثلاجة البنان شتو طايب صافي غادي ناخد هادي طحان نطحو خيزتو ونقيه مزيان نتوما عارفين الفوائد ديال الخيزة نتوما ندير الخيزو كل حاجه كنطحنها بوحدها وكنديرها بوحدها من بعد عاد نبدا نزور درت الخيزو هنا دابا غنطحنو صافي دابا غندي نطحن الخيزو هادي هي الماكينه اللي هزات ليا ليتاج بقى غير هاد الراس الصغيور حيت فيها جوج فيها هاد الصغيور وفيها الكبير هزات ليا داك الكبير ندير شويه باش يتطحن Thank you.
هذا الفكوس غادي درته هنايا هاهو، درته هنايا ودرت عليه السكر. تنطحنو بلا ما، لا حليب لا ما، تنطحنو غير بوحدو. صافي عندي البنان هنا، البنان غادي غير نقردو، البنان غادي غير نقردو بحال هكا، مغاديش نطحنو. عندي هنايا الفكوس، عندي هنايا الخيزو تا هو طحنتو، وعندي هنايا البنان، عندي هنايا واحد جوج ثلاثة د الخوخات. صافي غنبدا نزوق دابا نزلك نديس. الخيزو غندير فيه الفاني. نحتاج جوج خمارات ديال الفاني ديال الحلوة، فاني بحال السكر هاديك. غادي نخوي وحدة في الخيزو، نخوي جوج في الخيزو باش تحيد لينا ديك الطيبة ديال الخيزو، ديك الريحة ديال الخيزو باش تهرس لينا. صافي أنا درت الفاني هنايا، ندير طبقة ديال الخيزو. طبقة ديال الخيزو وطبقة ديال الخيار ديال الخس. طبقة ديال الخيزو طبقة ديال هادي، كدير البنان فوق منا بنان.
نزوق واحد تاني ب عندي هنا الخوخ غنزوق به بلاتي نحرك ديك المقلي ضيق بعدا هادي راهو جدات الدجاج بالفلفل و داكشي راهو جد طبعا نخليه يبرد لهي دابا غادي نديرو بحال هكا و نزوقو نزوقو في الخوخ زيد وين نعاودو نفس الطريقة مع هاد الكاسة عاوتاني ديال الخيزو طبقة ديال طبقة ديال الخس يا ربي الفكوس نديرو دابا البنان البنان الفوق كيما كيما نمشي كيما ربي الديسير ديالنا هو صايبتو بالخيزو والفكوس وهذا صافي غادي نحط تنصور لكم نحط لكم في الواجهه يلا بقاو معايا
ندير شويه ديال هذا البطيخ تاعو. الدجاج فلفلة الدجاج هانتوما. هذا هو الطبق ديالنا. انا غادي نجي نحطو عندي هنايا الدجاج في مطيشه غنصورو ليكم. ما تنساوش ديري لايكات وابوني. انا غادي نصورو ليكم دابا هنايا الدجاج درتو بالفلفله ومطيشه والبصله كيجي زوين. عندي هاد الديسير هذا درت فيه الخيزو ودرت فيه الخوخ ودرت فيه البطيخ ودرت فيه الفكوس ودرت فيه الخيزو كيجي ديسير زوين. بقاو معايا تنصور لكم ونحط لكم في الواجهه. بقاو معايا كديري ريتاج والو. ها نحطو دابا بحال هكا. شكرا ومتنساوش لي لايكات وابوني وجيم.